كانوا عاملين بارتي بمدرستي وسمحوا لي أمي وجدي أني أطلع على البارتي، ما كانوا يسمحوا لي، سمحوا لي. فجده بعرف أنه كان هو عريف الرقص الفالس، وقتها كان تلميذ بروسيا، فطلبت منه أنه يعلمني الفالس. فرقصنا أنا وجده ميشا فالس، وكانت هيدي آخر رقصة بعمره وأول رقصة بعمري. أنا سهى فوزي حداد، بيي فوزي بطرس الحداد، وأمي ماي نجيب نعيمة. بيي فوزي حداد بيكون ابن خالة للمام، وماي نجيب نعيمة بتكون بنت خيو نجيب نعيمة، خيو لميخائيل نعيمة واللي بيصغروا ب 11 سنة. لما تزوجت الماما وانفصلت عن زوجها كانت بعدها حامل فيي، أنا ولدت ببيت ميخائيل نعيمة بجديدي، أول 3 سنين من عمري ببيتنا بجديدي، وبعدين انتقلنا على الزلقة، وأول 20 سنة من عمري كانت آخر 20 سنة من عمره. فميخائيل نعيمي هو بيي بكل المعاني من عدا بيولوجيا. جده كان يقول أنه أنا هدية ربه بعمره. ميخائيل نعيمي من بعد ما رجع من أمريكا بأيار 32 ندر العفة، صام عن النساء، وأنه أتفه ما في المرأة هو جسدها. فكان يعتبر أنه أنا بنته يلي ربه كافأوا فيها من دون ما نكون من جسم، أنا بنته بكل معاني الكلمة من عدا جسديا. شو كانت وصفة النجاح عند ميخائيل نعيمة؟ الاتصال بالذات، يكون واحد متصل بحاله وما يخاف من التعب، لأنه واحد بده يوصل على القمة بده الطلعة تاكل شقف من دمه ومن لحمه. إنسان كان يؤمن بالخلوق. اقترن اسم ميخائيل نعيمة باسم جبران خليل جبران. خبرينا أكثر عن تفاصيل هالعلاقة. بنعرف أنه التقوا بأمريكا، أسسوا مع بعضهم الرابطة القلمية، وتوفى أيضاً جبران خليل جبران بجانب ميخائيل نعيمة. شو خبرك عن جبران الإنسان الشخص والأديب؟ جبران هو صديق الروح وصديق الفكر، وأنه جبران ما كان يكتب شيء قبل ما يقريه لميخائيل نعيمة، ويحب يلتز يتشارك فكره وتفاعلاته مع ميخائيل نعيمة، والعكس صحيح. وأول مرة التقوا سوا سنة 1916 بنيويورك، ما كان في صور، يعني ما كان مثل هلأ نحن بنعرف بعضنا من الصورة وإلى آخره. بقى التقوا وجبران قال بده يكون هيدا هو ميخائيل نعيمة، وميخائيل نعيمة ذات الشيء قال بده يكون هذا جبران خليل جبران، فعرفوا بعضهم قبل ما يعرفوا بعضهم. في من قصائد ميخائيل نعيمة أغنية وحدة غنتها فيروز، تناثري تناثري. خبرينا عن هيدي التجربة. أنا بذكر بخبروني أمي وجدي أنه السيد أستاذ عاصر الرحباني طلع على بسكنتة عن جده، وصارت هيدي التجربة ما تفضلت مايا، وعلى أساس أنه بده يصير في لقاءات بعد وتجارب أخرى، بس ما صار، بس ما في سبب له. وكان كان حابب التجربة، يعني بكل سرور انه اهلا وسهلا، بصدر رحب يعني. تعلمت كتير، ومش بس قريت من كتبه، قريته شربته بالبيبروني من عدا وجوده بالبيت وروحانيته، وصديقي انا وبنت سنتين، وصديقي انا وبنت 16، وصديقي بالروح وبالفعل. كان يجي صحفيين بشكل يومي مثل ما خبرتك، دايما أنا معه، أنا بحضنه، مسبحته بإيدي وعم بسمعه. فأنا قريت كتبه وقريتهم كل كتبه، بس قريت كتبه مراية لكتب أوردي بعرف اللي أنا بعرفه قبل معه. فعلمني، بذكر وصيته إلي، قال لي بالكلمة بالحرف الواحد، بوصيك يا بنيتي تكوني مرسال محبة. أنا هيدي مغروزة فيي أنا وبنت 16 سنة، أنا واعية إنه هو بيقرأ كتبه من المجلد، عنده مجلد من 9 أجزاء جامع فيه كل كتبه من عدا آخر كتاب كتبه بالزلقة، كمان كتاب ومضات، كان يقرأ كتبه
بس أنا بعرف التأثير يلي بتركوا عليه العظماء الروس، إن كان تولستوي ولا دوستويفسكي ولا بوشكين ولا ليرمانتوف. وهو ذاكر بكتابه 70 قديش ليرمانتوف كان بالنسبة له عظيم، وأنه هو بده يكون شاعر عظيم مثل ليرمانتوف. ولما راح على أمريكا كان يقرأ الترانسندنتلس، الما فوقيين المتجاوزين، أمثال هنري ديفيد تورو وغيرهم. شو كانت القضية اللي شاغلة باله لميخائيل نايمي؟ قضية الإنسان والمعرفة، إنه يساعد الإنسان يوصل للمعرفة. أنا بذكر زيارات توفيق يوسف عواد لقلنا، أستاذ شارل مالك، كمال جنبلاط، ويجوا لعنده يعطوه يهدوه كتبهم، وكتبهم بعضهم موجودين بالمكتبة إذا بتحبوا هلأ منشوفهم سوا، فيقراهم ويحب يحكي يتناقش هو إياهم بهذا الفكر السامي العريق. كان اتكاله المطلق على مردود الكتب، وأنا والماما ونحن الثلاثة عشنا من مردود الكتب. يعني أنا تعلمت، لبست، أكلت، بيتنا مفتوح، ضيافة، أكل، شرب، من مردود كتب ميخائيل نعيمي. هلأ مردود الكتب ما بيقديني، أنا مضطرة أكون أستاذة بجامعة الهيغازيان حتى أقدر أعيش، لأنه مردود الكتب ولا بشكل بيقدي. إذا بدك تذكري عبارة واحدة قال لك إياها وما بتنسيها: ما أقربك من الناس يا ربي وما أبعدهم عنك.